سنكون أمام حصول حدث فني مؤسف جدا ويترافق مع موجة من الحزن والدموع والصدمة. وما بين لبنان ومصر وسوريا سنشهد هذا الحدث وذلك خلال الأشهر القادمة. ستشهد خاتمة محزنة وذلك بسبب وقوع عملية اغتيال تطال شخصية قيادية بارزة وتؤدي إلى إشعال موجة من الحزن والغضب والشغب. سنشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات كبيرة وخطيرة تؤدي إلى تغيير المشهد الحالي لهذه الحرب. اسم المملكة العربية السعودية مع اسم ولي العهد الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان سوف نسمعهم يتكرران كثيراً في الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية وبشكل لافت وكبير، وذلك بسبب حدث مهم وإيجابي يصب بمصلحة لبنان، مما سيجعل أغلب الشعب اللبناني يشعر بنوع جديد من الانفراج والارتياح ويردد كلمات الشكر لكل الجهود التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لإخراج لبنان من الأزمات الحالية والصعبة اقتصادياً وسياسياً حتى عسكرياً. وبداية الحلول ستنطلق مع شهر أيلول يا رب، وخاصة أزمة الفراغ الرئاسي. وأرى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية آت لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى. ليلى عبد اللطيف تتوقع 10 أحداث كارثية لا مثيل لها لتلك الدول، اعرفها الآن حصريا معنا وتابعنا. أزمة الغاز والنفط في لبنان ستشهد بعض الانفراجات وتقوم في طريقها إلى الحل. مقتل شخصية أمريكية بارزة خلال الفترة القادمة مما يسبب بلبلة للرأي العام. سوف نسمع عن قرار بالعفو عن بعض السجناء في السجون اللبنانية، وسيكون هذا القرار مفاجئاً وصادراً من الرئيس ميشيل عون شخصياً. مرة جديدة أرى الصين تتعرض للأسف الشديد إلى ظاهرة مخيفة قد تصل إلى حدود الوباء أو الكارثة وتؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا في المناطق والمدن الصينية أو في المستشفيات، وسيكون الشارع الصيني في حالة من الفوضى والقلق، والحكومة الصينية مع القوات العسكرية ستكون في حالة تأهب واستنفار. سوف تشهد بعض دول العالم انتشار أنواع غريبة من الحشرات التي نعرفها جيدا مثل النمل والناموس، بالإضافة إلى ظهور حشرة تشبه النحلة بشكل ملحوظ لم نراها من قبل. وهذه الحشرات سوف تغزو عدة دول عربية وأجنبية ابتداء من الهند وباكستان مرورا بإفريقيا وأفغانستان مع عدة دول أخرى، وأيضا ستصل إلى الصين. وسوف تؤثر هذه الحشرات السامة بشكل خاص على أكثر المخلوقات من الحيوانات المفترسة والشرسة، وهذه الحيوانات ستهدد بعض الدول وتشكل خطرا كبيرا على شعوب هذه الدول. وسوف يتبين للعالم أن هذه المخلوقات الحيوانية الشرسة مصابة بفيروس قاتل وغريب يجعل منها حيوانات خطيرة وهجومية ومتعطشة للدم. وسوف تهاجم هذه الحيوانات بعض المناطق القريبة من الغابات وتشكل تهديدا للبشر. وأرى أن السيطرة على هذه الظاهرة من الحشرات الغريبة والمخلوقات المفترسة سوف تشغل العالم لفترة ولن يتم القضاء عليها بسهولة أو خلال وقت قصير، مما سوف يستدعي تدخلا دوليا حازما للقضاء عليها، وذلك بشكل يخفف القلق والخطر بين شعوب هذه الدول. ومن الدولة التي ستنطلق منها شرارة الحرب الأهلية ستبدأ المعاناة، وسنرى المجاعة تهدد أكثر من دولة، وخصوصا مع بداية بروز المياه والجفاف والمحاصيل الزراعية ستواجه الخطر الكبير مع اندلاع هذه الحرب، مما سيجعل أغلب دول العالم تدق ناقوس الخطر وتتدخل للسيطرة على هذه الحروب الأهلية بكل الوسائل الممكنة حتى الوسائل العسكرية. الكوارث الطبيعية تضرب ألمانيا من جديد وتسبب حالات كبيرة من الهلع والخوف، والسلطات الألمانية ستقوم بإجلاء سكان بعض المدن إلى بر الأمان.
الحزن يعم أرجاء ألمانيا بسبب حدث مؤسف. أرى فرنسا أمام مرحلة قاسية المعاناة والقلق بسبب انقطاع حاد للكهرباء والغاز بشكل ملحوظ في أكثر المدن والمناطق الفرنسية. وأرى أن هذه الأزمة الكارثية واقعة لا محالة، مما سيجعل فرنسا تدخل في مرحلة التأمين القاسي للغاز والكهرباء. انقطاع الإنترنت في أكثر الدول سيثير جدلاً واسعاً يطال مواقع التواصل الاجتماعية، وسيواجه دول العالم الثالث بعض الأزمات مثل أزمة المياه، والتي سينتج عنها أضرار كثيرة تؤدي إلى انتشار الأمراض والفيروسات في أكثر دول العالم. في إحدى دول العالم أحد الرؤساء سيخضع للمساءلة والتحقيق. الملايين يفقدون أرواحهم حول العالم خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بسبب انتشار الأمراض والمجاعات والحروب. بعض حضارات العالم تنهار بفعل فاعل. وجوه مشهورة سياسية وإعلامية عربية يصيبها فيروس كورونا. الألم والحزن يجتاح العالم لرحيل شخصية دينية بارزة. اهتزاز غريب يشهده كوكب الأرض يرافقه مشهد وأصوات انفجارات من البراكين خلال الأشهر القادمة. أحد رؤساء العالم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. للأسف مرة جديدة أرى عودة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وبقوة إلى الشارع الإيراني، كما أرى أن قوات الأمن تتصدى لأعمال الفوضى والتخريب. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون تحت الأضواء الإعلامية بقوة ولعدة أيام، ونراه بقلب المملكة العربية السعودية. العاصمة الليبية طرابلس ستكون من جديد تحت رحلة المخاوف والتهديد من عودة الاقتتال والاشتباكات في المدينة، وذلك بسبب بعض التطورات القادمة والاشتباكات المسلحة التي تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى. الشارع العراقي في حالة غليان وتوتر عراقي تركي كبير يثير القلق. المغرب سيكون في حالة تأهب شديدة، وذلك بسبب حدث مؤسف وكبير. سيشهد العالم غياب ثلاثة وجوه عربية نافذة وبارزة. تواجه بعض دول العالم عودة الأمراض الخطيرة مثل الكوليرا نتيجة عوامل عديدة أبرزها نقص المياه والتلوث. أرى حادثة غريبة تحصل على الهواء مباشرة على أحد شاشات التلفزة، والتي نرى فيها أحد الضيوف يصاب بأزمة قلبية حادة تؤدي إلى الوفاة. آلاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقودين والمشردين، جميعهم ضحايا فيضانات عارمة. دولة قطر ستلعب خلال سنوات 2023 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية، وخصوصا بسوريا ولبنان وليبيا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح بإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القيام بمبادرة إنسانية تجاه أوكرانيا خلال هذه الصفقة بين الجانبين المتصارعين. ألواء حفتر أراه يتعرض لعرض صحي حرج يستدعي دخوله إلى المستشفى، وأراه بعيدا عن الواجهة السياسية والعسكرية، وبسبب هذا الظرف الصحي لا أرى له مستقبل في حكم ليبيا. ولي العهد محمد بن سلمان سيكون وسيطا بالعالم الأجنبي الوحيد، ويكون في وساطة بين روسيا وأوكرانيا. رقعة الاحتجاجات في الشارع الإيراني تتسع لتتسع معها موجة الاعتقالات. ستحصل نهاية غير متوقعة لأحد الرؤساء الدول العربية، وسيكون هذا الحدث أمام أعين الناس وعلى شاشات ونشرات الأخبار. ستواجه فلسطين وبعض الدول الأخرى غزوا من الحشرات الغريبة والمؤذية. الحكومة البريطانية تقوم بتحذير الناس والشركات من وجود خطر يهدد العملات الرقمية من خلال النصب والاحتيال عن طريق بعض الشركات الوهمية.
غزو فضائي مجهول أراه حاصلا خلال السنوات القادمة لا محالة وعلى أراضي بعض الدول في العالم. يشهد الوسط السياسي اللبناني استقالة أحد الشخصيات السياسية، وهنا سنرى المفاجأة المؤسفة، ومعها استقالة لعدد من الشخصيات التي قد تصدم الجميع. الآلاف من الجنود الأمريكيين سنراهم يتوجهون نحو الساحل اللبناني، ونرى هذه القوات تنتشر في منطقة عوكر وتحيط بالسفارة الأمريكية من جميع الجهات. أيضا هذه القوات ستشكل قاعدة رئيسية في المنطقة، ستكون لحماية البحر لبنان وسوريا من أي أحداث أو تطورات خارجية. وأرى أن حكومة رئيس ميقاتي لن تبقى على هذه الحال وسوف تتفكك. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.